قول رب العالمين ادخلوها بسلام آمنين. قول حق قول رب العالمين ادخلوها بسلام آمنين. أيها السائل عن معشوقتي إنها الجنات دار المتقين. طينها المسك وفي ساحاتها لؤلؤ حر يسر الناظرين. وبناء ساحر في روعة صنعة الرحمن خير المبدعين. لبنة من فضة من فوقها لبنة من ذهب للساكنين. أنهر الماء تهادى تحتها عذبة تشفي غليل الظامئين. وكذا الألبان تجري أنهرا لم يغير طعمها طول السنين. وبها الأنهار تجري عسلا صافيا من نبعه في كل حين. وبها أنهار خمر رائق يا له من لذة للشاربين. وفساء ناعم من سندس أخضر اللون بطول اللابسين. وفراش بطنه استبرق ونساء قاصرات الطرف عين. سلعة الرحمن يا طلابها هكذا فيها صفوف الداخلين. أولا يدخل من أبوابها برضا الرحمن صف السابقين. ثانيا يدخلها أصحابها من كرام القوم أصحاب اليمين. من كرام القوم أصحاب اليمين من كرام القوم أصحاب اليمين.